بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الانبوت في برنامج الداينامو. برنامج الداينامو زي ما احنا عارفين بيت برمجه ببرمج بيها اي معلومات انا عايز ادخلها للريفت، تمام؟ يعني ممكن اعمل شكل مثلا معين ومرتبط ببرامتر كتير وادخله جوه الريفت واقدر اغيره من خلال الداينامو. طيب عشان ادخل اي بيانات هاجي هنا في كور، هلاقي عندي حاجه اسمها انبوت، بلاقي فيها الخصائص ديت، تمام؟ خلينا ناخد على سبيل المثال الانتجر سلايدر بالشكل دوت، الاقي ان هو اقدر ادخل فيه ارقام صحيحه. وخلينا نستعين باداه اسمها واتش عشان نشوف القصه ديت. تمام، اقدر ادخل اي ارقام زي ما انا عايز. طيب هلغي كده واقول له انا عايز نمبر، تمام؟ هنا اقدر ادخل ارقام وكسور بالشكل دوت، هو يقبلها عادي بدون اي مشاكل. طيب ممكن اقول له انا عايز نمبر سلايدر، هنا هتلاقي ارقام وكسور برضو زي ما انت شايف. اقدر اجي هنا اقول له المينيمم بتاعي مثلا 30 او 20 والماكسيمم بتاعي 200 والستيب بتاعي بوينت 3، تمام؟ فانا لما اجي اغير هلاقي زي ما هو مكتوب هنا، من اقل حاجة عندي المينيموم 20 واقصى حاجة 200 وبيتحرك بوينت 3 بوينت 3. دي فكرة النمبر سلايدر، تمام؟ سترينج ده يعني اقدر اكتب فيه اي كلام، وليكن مثلا اقول له عمر، اخد ده هنا احط هنا في الواتش يبدا يظهر لي التكست اللي انا عايز اكتبه. هلا هنا فايل باص، ده اللي انا عايز ادخل مسار معين، بقول له براوس وابدا ادخل اي مسار لملف، تمام؟ وليكن مثلا عايز ادخل ملف نصي او تفتح ملف اوتوكاد، فده هنا بيديني المسار اللي انا عايزه. دايركتوري باص ده بيديني المجلد اللي هيبقى فيه الحاجات ديت، تمام؟ يعني ممكن انا اديله امر هيتنفذ على كذا ملف فاديله المجلد اللي هيبقى فيه كل الملفات ديت. الداتا تايم بدخل التاريخ اللي انا عايزه زي ما اي تاريخ انت عايز تدخله هنا، او هيبقى يحطه في الواتش، تمام؟ الكود بلوك ده دخل فيه زي ما انت عايز، بقى عايز تدخل ارقام، عايز تدخل نصوص، عايز تدخل اي حاجه، ده بتقدر تكتب فيه اكواد زي ما انت عايز، يعني 2 او 20 في 5، تمام؟ 20 في 5 ب 100.